أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية، يتجدد التحدي مرة ثانية، حيث نرحل مع رحلة ثانية، حيث نرحل مع شوط آخر خصص لفئة الجعدان اللقاية بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، بشعارات أبناء القبائل، بالمسافة المقررة 4 كيلومترات. نرحب بهذا الشوط، نحن نتابع بحرارة، نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول، وعندنا بطاش سعيد بن ماي سالم بن حمود الاجتبي من يتقدم بالمركز الاول لي على المركز الثاني، فهنا الطليلي للشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي بقياده سعيد بن فايل بن راشد الزرعي. اما المركز الثاني فهنا الشارد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعه مضمرا المركز الثالث، فياتي اللي هو شاهين لهج الند الشبع بقيادة غياث الهلالي من يقدم لنا المركز الثالث اللي هو شاهين. المركز الرابع يأتينا أدهم وعبد الله بن متعب بن سالم الاجتبي نقلة تالية إلى المركز الخامس. المركز الخامس أقول اللي هو مربك ومحمد بن صغير بن قنون بن يراد الاجتبي. المركز السادس نشوف اللي في سادس المراكز، علي العلي بن سالم النايل الشامسي يتقدم بالمركز السادس. والمركز السابع، المركز السابع اشوف اللي في سابع المراكز من واقع الشعار، شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وعلي بن سالم من يقدم لنا نجد. هناك ايضا يتقدم شعار بن غريب اذا ما خانتني وبرغام عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان بن ميلين الاجتبي. والمتابعة من المركز الثامن يأتينا اللي هو شاهين سالم بن محمد بالطبيعة. المركز التاسع يأتي شاهين عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد. والمركز العاشر أقول هني مياس الهناوي بن سعيد الشوين الاجتبي. روح يا شوين، هناك نبغيك، هناك موقعك يا شوين، عند البداية والنهاية، عند موقع مشاكل اللي سجلت الناموس الافضل في اول اشواطنا. نحن مشاهدينا الكرام نتابع ونقيس بالمقياس في هذا الشوط، نتابع كل ما يطرا من جديد على التغييرات التي تطرا وتجرى على المقدمه، نلحق بركب المقدمه، نلحق مره ثانيه بركب المقدمه لنشاهد الصداره، نشاهد النايلي، ونشاهد ايضا هجن 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 ند الشباب تتألق في هذا الشوط وتندفع إلى المركز الأول كما عودنا. غياث الهلالي يدفع بأوراقه وكل أوراقه في المنافسات الكبيرة. شاهين يتقدم مشاهدينا الأعزاء بالمركز الأول، هجن ند الشبا بقيادة غياث الهلالي الذي أيضا بدأ يودع الجميع وداع شرف، وداع شرف، وداع الناموس. يتحرك شاهين تلقائي، يتحرك شاهين تلقائي بالمركز الأول. أما المركز الثاني عالي العلي بن سالم النايلي الشامسي. والمركز الثالث أقول ضرغام عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي. المركز الرابع، المركز الرابع القادم فهنا يأتي اللي هو طليلي للشيخ سعيد بن خالد بن حمدان النعيمي، سعيد بن فايل بن راشد الزرعي وبالهناوي أيضا. وصلنا إلى المركز الخامس ليقدم لنا مياس الهناوي بن سعيد الشوين الاجتبي، وبالعامري أيضا يتقدم على ظهر ادهم عبد الله بن متعب بن سالم الاجتبي. هذه الاسماء، هذه الاسماء مشاهدينا الكرام. وبدا التغيير على المركز الاول، بدا التغيير على المركز الاول. ضرغام ضرغام شفت الحوقه محين مبعد وكنك طالق اسهام، يا سلام يا ضرغام. عبد الله بن سلطان بن علي بن ميرين الاجتبي من يتقدم بالمركز الاول ليقدم لنا جديد الموسم، جديد الموسم 2017 2018. المركز الثاني فهنا ايضا شاهين لهجن ند الشباب بقياده غياث الهلالي. والمركز الثالث اقول مياس الهناوي بن سعيد الشوين. المركز الرابع الهجوم من شاهين لهجن ند الشباب بقياده غياث الهلالي. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام، هذه الاسماء
الحاضرة الحاضرة حاضر 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 يا ضرقام حاضر يا ضرقام وركز وركز لأن صاحب الناموس وصل صاحب الناموس وصل هذا الشعار اللي افتتح سباقنا في صباح هذا اليوم هذا هو يحاول مرة ثانية ولكن ضرقام مشاهدينا الكرام راح ضرقام راح بالمركز الأول يا سلام عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي من يتقدم بالمركز الأول يتابع خطوة بخطوة يتابعه بنظراته الجميلة بسرعته الرهيبة والعصا قوس أبدا ما حركه ما كلمه اندفاع ذاتي اندفاع تلقائي روح شوي هدية للشوخ هدية للجماهير هدية للمشاهدين يا ضرقام اتحرك نبغي حركات أسرع نبغي حركات أسرع هو وفى وكفى أيضا ما قصر أبدا أبدا ما كلمه أبدا ما كلمه العصا في الأبطان لو عصاه قوس ولاتي أبدا مهتم بالمسير صباح الخير نقول صباح الناموس يا عبد الله يا بن سلطان يا بن ميرين يا الاستبي هذا هو الناموس صباح النواميس صباح الانتصارات تهانينا والناموس عبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاستبي المركز الثاني فياتينا مياس الهناوي بن سعيد المركز الثالث لهجن الدشبه المركز الرابع شاهين على سالم بن علي بن سليم والمركز الخامس والسادس طيب مشاهدينا الكرام 6:21 ثانية التوقيت الذي